مشاهدي الشاشة الزرقاوي ما كنتوا، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة مسائية أسبوعية جديدة من ألو مرحبا. كل التحايا لكل السودانيين بالداخل والخارج، كل التحايا لكل المستمعين على أثير الموجة 91، كل اللي بيتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، أهلا بكم. أيضا مشاهدينا كل التحايا لكل مراسلي ألو مرحبا في مختلف البلدان اللي هم دائما حاضرين وبنقول لنا فعاليات الجاليات السودانية، سواء كانت فعاليات ثقافية أو اجتماعية أو فنية أو رياضية. أيضا مشاهدينا في انتظار مكالماتكم على رقم تليفوناتنا الموضحة على الشاشة عشان تحياكم وأشواقكم ومحبتكم. أيضا مشاهدينا في انتظار رسائلكم على البث المباشر لبرنامج ألو مرحبا بصفحة قناة النيل الأزرق بفيسبوك أو على الصفحة الرسمية لبرنامج ألو مرحبا بفيسبوك. كل التحايا من فريق عمل ألو مرحبا لكل المشاهدين بالداخل والخارج، أهلا ومرحبا بكم. طيب حنبدأ ببعض الرسائل على البث المباشر لبرنامج ألو مرحبا، هنطلع على جزء منها وأيضا في انتظار مكالماتكم. طيب عمر علي أبو حسن من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة بيرسل كل التحايا لكل الأهل والأصدقاء بالشويرف وخاصة الوالد والوالدة وإلى الزوجة والأبناء، كل التحايا لك. عبد الرحمن حسين برضو بيرسل كل تحاياه لكل الأهل والأصدقاء بقرية صبع الجمل محلية غرب كردفان من ليبيا، كل التحايا لك، كل التحايا لكل الجالية السودانية في ليبيا. نهاد محمد بتمسي علينا وبتمسي على كل متابعي ألو مرحبا، مساء الخير عليك. عمر علي أبو حسن من المملكة العربية السعودية بيحيي كل الأهل والأصدقاء والأبناء، كل التحايا لك. إبراهيم عبد الله أحمد بيرسل كل من خشم القربة بيرسل كل تحاياه لفريق عمل ألو مرحبا ولكل الأهل والأصدقاء، كل التحايا لك. محمد عبد الله حسن بيرسل كل تحاياه لكل الأهل والأصدقاء، كل التحايا لك. رامي توفيق من دولة الإمارات بحيي كل الأهل، تحية خاصة للوالد والزوجة والأمور سومة، كل التحايا لك. سيف الدين آدم من المملكة العربية السعودية بيرسل كل التحايا لكل الأهل بالقرية بقرية القلعة البيضاء في الفاو، وبيهدي كل تحايا لكل التيم العامل، كل التحايا لك. عبيد الصديق بحي من المملكة العربية السعودية بيرسل كل تحايا للوالد والوالدة بقرية كراري محلية المناقل. أحمد دريب من المملكة العربية السعودية بحيي كل الأهل والأصدقاء وتحية خاصة لفريق عمل ألو مرحبا، كل التحايا لك. أيوب الخال محمد من المملكة العربية السعودية الرياض بحيي كل الأهل والأصدقاء في القضارف، كل التحايا لك. حامد علي بلال من المملكة العربية السعودية بيرسل كل التحايا لكل الأهل والأصدقاء وتحية خاصة لكل الأهل بالقلعة العميرية، كل التحايا لك. ما
مالك أحمد والدلهميج من المملكة العربية السعودية بيرسل كل التحايا لكل الأهل والأصدقاء بقرية الهميج، وتحية خاصة للوالدة توما والأخوان بجبل أولياء، كل التحايا لك. موسى محمد موسى من الكويت بيرسل كل تحاياه لكل الأهل والأصدقاء والوالد والوالدة والأخوان والأهل بولاية جنوب كردفان محلية الجوز، كل التحايا لكل أهلنا في كردفان. معنا أول مكالمة هاتفية. ألو مرحبا. ألو، السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام، كيفك؟ تمام تمام التحية ليك، التحية لأسرة برنامج كل العالم أمين داخل الاستديو. كل التحايا لك، تفضلي. بهدي لك تحياتي لعظيم محتاج ويوسف وبراء من المملكة العربية السعودية، وليكم أنتم كمان. كل التحايا لك. الله يخليك. سعيدين بسمع صوتك. محمد علي ودعديلة من المملكة العربية السعودية الرياض بحيي كل الأهل بالجزيرة بأم شديدة، كل التحايا لك، كل التحايا لكل أهلنا في الجزيرة. أبو فهد محمد فضل المولى بهدي كل التحايا لكل الأهل بدنقرة. محمد نور الدايم بيمسي علينا وبيمسي على كل المشاهدين، وبحيي كل الأهل بقرية العزازاب، كل التحايا لك. معانا مكالمة هاتفية من دونقول. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك حمد من ولاية الشمالية دونقول. أهلا بك يا حمد، مساء الخير عليك. كيفك؟ بخير الحمد لله، تفضل. تحية لكم وللأهل بالسلام مبدا والسلام للفة. حاول أسمعنا من الهاتف عشان صوتك يصل واضح. التحية لكم وللأهل من السلام مبدا والسلام للفة. كل التحايا لك، كل التحايا لكل أهلنا في دنقلة. طيب مشاهدين، عندنا محطة من المملكة العربية السعودية، نشوف ونرجع نتواصل. المشاهدون الكرام في كل مكان، أجمل تحية لكم من المملكة العربية السعودية. كاميرا قناة النيل الأزرق اليوم حضور في احتفائية واحتفالية ملتقى البيت السوداني تكريما للإعلام المتميز الأستاذ عمر عبد الرحيم المونا. متابعة طيبة أتمناها لكم. عرفت الحب وفا وإخلاص حنان، ودع برود وسلام. عشت معايا ليالي جميلة، ليالي بيعمل في حاجات جميلة، بيكرم في الفنانين اللي بيجونا في الرياض، وده شيء جميل طبعا، ونحن بنلتقيهم وبخلوا أحبابه نلتقوهم، ده حاجة جميلة جدا. أشكر معتز الماحي على المبادرة الجميلة الرائعة دي. أما إذا جينا لعمر المونة كمان، أستاذ عمر المونة راجل قامة، راجل أدى كثير،
كثير من الفنانين جابهم في الرياض ومتع جمهور الرياض بجميل الأغاني وجميل الفنانين. الشكر له كثير جدا ويستحق التكريم، المفروض كلنا إحنا نكرمه لأنه هو رجل يعني عمل بكل جد وبكل احترام لجمهورنا في الرياض. الشكر الجزيل له والشكر الجزيل لكم أنتم كمان أسنين الأزرق كمان أنهم تزورونا في حكاية زي دي، شكرا لكم كثير جدا. كل أهل الإعلام والتحية برضو كمان موصولة لكل الممثلين الزملاء، تحية لهم والتحية لكل الفنانين المغنين. شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي. المشاهدون الكرام، ما زلنا نتجول معكم داخل احتفائية واحتفالية ملتقى البيت السوداني بالعاصمة السعودية الرياض. معي في هذه المساحة الأستاذ معتز الماحي مؤسس ملتقى البيت السوداني. مرحبا بك أستاذ معتز في قناة النيل الأزرق. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو عبيدة وبقناة النيل الأزرق التي عودتنا دائما بتغطية الفعاليات الاجتماعية الثقافية في مدينة الرياض وفي مدن المملكة. نحن سعيدين جدا جدا بوجودكم معنا. ملتقى البيت السوداني إحدى الملتقيات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ملتقى اجتماعي ثقافي ترفيهي يجمع الأسر والشباب في احتفالات شهرية، احتفالات بنكرم فيها رموز من رموز السودانيين الجميلين الموجودين معانا هنا في المملكة أو الناس اللي بيجونا من السودان. اليوم نحن في احتفالية جميلة جدا جدا بأحد رموز الحركة الفنية الثقافية الاجتماعية في الرياض، الأستاذ عمر المونة. الأستاذ عمر المونة رجل له نشاطات عدة في المجال الاجتماعي الثقافي الرياضي. أستاذ معتز، عبر قناة النيل الأزرق كلمة أخيرة. أنا والله يا أخي صراحة يعني ما عارف أقول شنو، لكن نحن قناة النيل الأزرق دي تعودنا أنه دائما نشوفها في مناسباتنا الاجتماعية، هي دائما حضور في المقام الأول، دائما في المقدمة. اليوم ما شاء الله معانا من البداية في التجهيز والإعداد والتصوير، أو زي ما شايفين لو المصور ورانا الجمعة الموجود هنا أو دانا تصوير عليهم. فنشكركم جدا، نشكركم جدا قناة النيل الأزرق ولمراسلكم الجميل. أيها الأحباب، ما زلنا نتجول معكم من داخل احتفالية ملتقى البيت السوداني. معي في هذه المساحة المحتفى به الإعلامي المعروف الأستاذ عمر عبد الرحيم المونة اللي بيكرم في هذا المساء الجميل. مرحبا بك أستاذ عمر في قناة النيل الأزرق. مرحبا أستاذ أبو عبيدة ومرحب بمشاهدي ومتابعي قناة النيل الأزرق في كل مكان. أستاذ عمر، ماذا يعني لك هذا التكريم الجميل؟ أول حاجة أنا يعني في سعادة لا توصف، سعادة غامرة. هذه المبادرة الرائعة من ملتقى البيت السوداني التي يقودها الأستاذ معتز الماحي، وهي ما جديدة عليه. ومحتز كرم عدد من رموز الفن والثقافة والإعلام، ودا أنا دائما بختزل شعار هذا الملتقى، نحن أسرة واحدة. فعلا هو جسد هذا الشعار ونزله لأرض الواقع بأنه هذا الملتقى هو ملتقى أسري ويجمع كل الأسر السودانية في مدينة الرياض. فالواحد بيسجلون أسمى آيات الشكر والتقدير على مبادرتنا الجميلة والرائعة. أستاذ عمر، عبر قناة النيل الأزرق كلمة أخيرة. أول حاجة أنا بعتبر إنه التكريم ده لكل أهل الإبداع والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بمدينة الرياض من الطيور المهاجرة، يتمثل في أسامي كبيرة جدا. نتمنى إنه إن شاء الله مع محتز نزعة إنه نكرمه، أستاذ أبو عبيدة، أستاذ إبراهيم كومك، أستاذ بشير صالح، عدد وافر جدا من الأسماء الإعلامية الموجودة بمدينة الرياض. نأمل إنه إن شاء الله يعني يكون هذا التكريم يحتوى هو يعني نموذج يعبر عن كل المبدعين السودانيين بمدينة الرياض.
المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا التقيناكم ودا صادقا من المملكة العربية السعودية. تابعنا معا جانبا من أمسية تكريم الإعلام المرموق الأستاذ عمر عبد الرحيم المونة. إلى أن نلتقيكم، أبو عبيدة عباس دفع الله، ربيع عرساوي، بشير صالح، أيمن بخيت، محمد نور صالح، لقناة النيل الأزرق، العاصمة السعودية الرياض. خالص التحايا الزميل أبو عبيدة عباس، وهو دائما ما بيكون حاضر بنقول لنا كل فعاليات الجالية السودانية في المملكة العربية السعودية. كل التحايا لك، وبالتأكيد كل التحايا للجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية. لسه متواصلين معكم مشاهدينا، وفي انتظار تليفوناتكم، في انتظار رسائلكم على البث المباشر لبرنامج ألو مرحبا، أو بصفحة البرنامج على فيسبوك. كمان بنكون سعيدين شديد بكل المكالمات، هي مساحة لكل السودانيين بالداخل والخارج. معنا مكالمة من المملكة العربية السعودية. ألو مرحبا حسن. السلام عليكم استاذ ماجد محمد. اهلا ومرحبا بك، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك وعلى كل الستين العامل. يسعد مساك وكل الاعلاميين في جميع القنوات السودانيه، تحيه لهم. كل التحايا لك يا حسن، تفضل. الله يبارك فيك. التحيه اولا لاهلي بالسودان عامه. انت مطول يا حسن، ليك اسبوعين كده ما اتصلت علينا. ايوه المره اللي فاتت اخذتوني فجاه كده الشبكة، بس الخط ما بيشبك. أيوة. معاك، تفضل. ورحمة الله أستاذ مجد. تحية ليك ولسيم العامل ولكل أهلي بالسودان عامة وأسرتي بغريبة الصدارية خاصة كمان مدينة الحصحيصة. وبالحصحيصة حي أركويت إحلام عبد الله عباس وابنتها نانسي أحمد عبد الوهاب أبكر، وبنجران أخونا الجيدي الجيلي يوسف عمر وزوجته وبنته هبة وابن الخالة زينب إبراهيم الخليفة وأبنائها وأخونا آصف خضر محمد دروب وزوجته، وبالرياض كل إخواني بالمملكة العربية السعودية بالرياض، وبجازان وأخونا عمر محمدين وزوجته بمدينة العشر، وكل الاهل بمدني والمناقل والاهل بالصداقه وبطابه الشيخ عبد المحمود وبجيزان اختي الدكتوره بوران حمام عبد الجبار بابكر وزوجها وبنائها وكل من يعمل حسن يعرف حسن عبد الوهاب. كل التحايا لك يا حسن، وان شاء الله كل تحاياك تكون وصلت. سعيدين بسمع صوتك. طيب خال ريان بيرسل كل تحاياه لكل الأهل بولاية الجزيرة والطليع، ولجميع الأصدقاء وفريق عمل ألو مرحبا، كل التحايا لك. أبا زرع عمر من المملكة العربية السعودية الدمام بيرسل كل التحايا للأهل والأصدقاء والوالدة أمال والوالد عمر والزوجة دعاء، كل التحايا لك. أحمد من المملكة العربية السعودية، ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء النور عليكم برنامج. يسعد مساك، كيفك تمام؟ ومساك يا مجد محمد، كيف حالك؟ أهلا ومرحبا بك، تفضل. دائما منورانا في القناة جميلة. نحن كمان سعيدين بسمع صوتك وبطلتك معانا، تفضل. أنا والله العظيم أحييكم على البرنامج الجميل الهادف، يعني اللي بيوصل أصواتنا لأهلنا يعني في الجزيرة المحطاء، أهل الكرم وأهل الجود يعني كلهم وأهل السودان كلهم، يعني يمكن عبر غناتكم الجميلة دي
ان شاء الله ربنا يعني يصلح الحال في كل اللي بغى على الارض الخضراء، الارض الجميله، الارض الحنينه. وبتمنى يعني كل الناس اللي ماسكين على زمام الامور يعني من هنا نحن بندعي لهم بس يعني نورونا بمخافه الله في 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 بلادنا الحبيبه، في بلادنا الكريمه، بلادنا اللي بتسح كل الناس باطيافها من الجنوب والشمال. يعني يلا على كلامك الحلو اتفضل. ها شيء ثاني يعني يمكن يكون تهنئه لكم انتم كادر الغناء الفتيه الجميله من المنتج والمخرج والمقدم في سماحتك وفي طلتك علينا. وعبرك بهني كل الاهل بقريه شلعوال خوالده، وبهني عثمان عبد الباقي النعمه وآية عبد الباقي النعمه ولدينا عبد الباقي النعمه وهديه عبد الباقي النعمه ومحمد الرشيد ومازن الرشيد واياد الرشيد وسبا الرشيد والوالد فاطمه سعيد البشير والوالد محمد عمر قسم السيد والرشيد محمد عمر وعمر محمد عمر والاخوات كلهم يعني بدون فرز حنان ودار السلام ومنال وماني ومنذر خالد وسوها برضه وساره وبهني عبودي وتوتا ويعني دينا انا توتا ولدينا دينا ما شفتهم ان شاء الله وياد برضه ان شاء الله ان شاء الله تكون قريب معنا في السودان وتقابل كل الاهل والاحباب. شكرا لك كثير على ذوقك ولطفك وسعيدين بسمع صوتك. شكرا. مروه احمد الماحي من المملكه العربيه السعوديه جده بتحيي كل الاهل والأصدقاء وكل الأحباب وتحية خاصة للصديقة مروة بأم درمان الثورة، كل التحايا لك. مجدي محمد الكامل بحيي كل الأهل والأصدقاء والأحباب بخشم القربة وتحية خاصة للوالد والوالدة، كل التحايا لك. عبد القادر من الجزيرة، ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير عليك. الله يديك العافية، الله يكرمكم. الله يسلمك، تفضل. أيوة عبد الجاي محمد عبد الجاي مستمعكم من الجزيرة. أهلا ومرحبا بك. مرحبا والله، برنامجكم ما شاء الله والله أسعدكم. وذكرنا دائما بأبنائنا وإخواننا المهاجرين. وبيشاركونا الفرحة والله من بعيد. يا سلام، هي طبعا مساحة للتواصل عشان ما يعني تقدروا برضو انتوا اللي بالداخل تواصل. أنا أتمنى الأزرق محظوظة لكل مغترب ووالد مغترب. والله نحن محظوظين بك. والله وأنا معلم ويعني لي زمن أفوز عشان ألين فيكم بس أشكركم. ده من حظنا إنه الخط. والله كان في قمة السعادة. ده من حظنا نحن والله انه الخط ظبط معك. والله انا في قمه السعاده انه التقي بيكم. اتفضل. الله يديكم العافيه يا اخي، ان شاء الله ربنا يكرمكم. اول حاجه بهنيكم انتوا ناس النيل الازرق، هني الاستاذه وكل التيم العامل بقناه النيل الازرق والتيم الظريف. والله اتمنى كل القنوات تحذو حذو النيل الازرق. شكرا لك وعلى ذوقك. والله وعبركم بحيي ابني جنون ابو فاطمه، دارت بنجيب عايد وفايد والتاج محمد احمد والدخول واخوي التاج محمد احمد واهني زوجتي العزيزه فاطمه محمد احمد السلام ان شاء الله ربنا يتم لها الشفاء العاجل ويجيبها الإدارة تامة وشامة. وحي النظيف الصادق ابن الصادق البار وأحمد المجاهد وبنات الدكتورة آمنة عبد الجاهد وعشا عبد الجاهد وروى عبد الجاهد والمجاهدات رانيا
منفجر، وزوجة عبودي وفجورة بيتها ورجاء وحنان ومحمد عوض وصادق وأولاد كلهم وبتول عبد الجالي وابن إبراهيم وكمان الأخ العزيز سفيان، إن كان ربنا يجيبه بالعافية والسلامة، وكل المحتفين. كل التحايا لك عبد القادر، كل التحايا لكل أهلنا في الجزيرة. يوسف الطاهر بمسي علينا وبمسي على كل الأهل في السودان، كل التحايا لك. عبد الرحمن الحاج من المملكة العربية السعودية بيرسل كل التحايا لكل الأهل قرية محمد نور، كل التحايا لك. إسحاق إدريس بيرسل تحاياه للوالدة آمنة والوالد العزيز بولاية جنوب دارفور محلية السلام، كل التحايا لك. طيب مشاهدينا، عندنا محطة من العاصمة القطرية الدوحة مع الزميل عوض جدا الكباش، نشوفه ونرجع نتواصل. اهلا ومرحبا بكم كل مشاهدي قناة الازرق، وسعيدين جدا ان نلتقيكم من خلال هذه المساحة من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، والحديث يتجدد هذه المرة ايضا حول مساعدات المتاثرين من السيول والامطار بالخرطوم والدعم الشعبي من أهل الدوحة من الجالية السودانية بالدوحة لأهلنا في السودان الحبيب. الحمد لله رب العالمين، يعني حدثت يعني مبادرة كبيرة وجميلة وإيجابية، وهي يعني من خلال تكاتف الناس جميعا في جمع وتقديم المعونات بمختلف أشكالها، سواء كان مواد عينية، مواد غذائية أو مواد طبية، عشان الإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المآسي ومن المشاكل اللي حدثت من الفيضانات والأمطار والسيول في مختلف بقاع السودان، وراح ضحيتها مع الأسف عدد كبير من المواطنين السودانيين رحمة الله عليهم والجرحى وغير الذين فقدوا المأوى والمسكن، فكانت معاناة كبيرة، وكان لابد من الوقوف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم عن طريق تقديم العون العيني والمادي لتقديم بدائل عينية سريعة لكي يعني تستمر الحياة بوجودهم، ولا مجال هنا لإلقاء اللوم على الجهات الرسمية في الدولة لتقصير الحادث، لأن موسم الخريف وموسم الفيضانات هذا يعني سنويا يعني معروف مواعيده، ولكن مع الأسف الشديد يعني كل عام تتكرر المأساة وتتكرر فقدان الأرواح والممتلكات، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل إن الأمور كلها تستقر وتستقيم الأمور سياسيا وأمنيا واجتماعيا حتى يعود السودان إن شاء الله لعهده سابقا بإذن الله تعالى. انطلقت مبادرة نداء أهل الخير من الإخوة السودانيين المقيمين لقطر وسفارة جمهورية السودان، وكان تحت رعاية سعادة السفير، ونستهدف فيها جمع التبرعات من الإخوة والأخوات السودانيين، لأن حجم الكارثة كبير، وفي هذه السانحة برضو نشيد بجهود الإخوة والأخوات الذين بذلوا من وقتهم ومن جهدهم ومن تبرعاتهم منذ بدء تلك الكارثة وحتى الآن، وتلك الجهود الآن بدت لنا عيانا في تسيير جسر جوي بين الدوحة والخرطوم تتقدم فيه كثير جدا من المساعدات الغذائية العاجلة لأخواننا وأخواتنا في السودان الذين تأثروا بالسيول والأمطار. نناشد ونحن في اللجنة الإعلامية كل أخواننا بالداخل
في الأجهزة الإعلامية المختلفة على أساس أنه يساعدونا في نقل الكارثة بحجمها الطبيعي وتسويقها. نحن دورنا ومهمتنا الأساسية أنه تصل هذه المبادرة لكل أسرة سودانية مقيمة بدولة قطر. نحن حاليا جاليتنا في حدود 70,000 نسمة، وده الجزء الأساسي والمستهدف بالنسبة لنا على أساس أنه نوصل المعاناة بتاعت أبناء السودان بالداخل لكل أخواننا المقيمين في دولة قطر، وفي نفس اللحظة نحسهم على المشاركة والإسراع بالمشاركة بكل ما تجود به أيادي الخير من عندهم حتى يقيفوا مع أهلهم بالداخل. إحنا إن شاء الله تعالى في الجالية بنعمل بجهد المقل، ولكن الشكر أجزله والخير أفضله ومن هذا الشعب القطري الجواد الكريم. المحنة كبيرة في أهلنا هناك، ولكن نسأل الله أنه يعني يضمد الجراحات والناس تضافر الجهود، والناشط كل أبناء الجالية السودانية على أساس أنه تصطف صف واحد من أجل أهلنا. يعني الحمد لله والشكر لله أكثر من 12 طن وصل لأهلنا في السودان، وحتى عندنا بعض الشباب سافروا مع يعني طيران تاركو وبدر مشكورين. نحن طبعا تحت مظلة السفارة، سفارة جمهورية السودان والسيد السفير، رعاية السيد السفير أحمد عبد الرحمن سواري الذهب، وكل الإعلاميين وكل القنوات موجودة زي ما أنتم شايفين، وشايفين الشباب شوفوا دي كلها يعني مساهمات من الناس. وحقيقة نحن يعني مهما قدمنا ومهما عملنا بنشوف إن نحن مقصرين، هذا قليل من كثير يعني. وإن شاء الله يعني نحن همنا بعد الحدث يعني الآن يعني سيول أمطار، البيوت تكسرت، نشوف بعد ذلك يعني. المفروض نحن نكون دائما في عمل دؤوب عشان بعد السيول والأمطار. أطلقوها السودانيين المقيمين بالدوحة هي بتعكس لنا مدى الترابط ومدى إحساس السودانيين ببعضهم. يعني السودانيين بالخارج حاسين بكل الأحداث اللي بتمر على السودانيين بالداخل، يعني كامل الدعم مع المتضررين بالسيول والأمطار في السودان، وربنا إن شاء الله يرفع البلاء والعناء. معنا مكالمة من كوستي دلال. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. السلام عليكم. مساء الخير عليك. السلام عليكم. بس يا دلال اسمعينا من التليفون عشان صوتك يجي واضح. أهلا ومرحبا بك. التحية لك ولتي والعامل. أهلا بك أهلا بك. يديك العافية. اتفضلي. حاولي اسمعينا بس من ايوه عشان كل تحاياك تصل يا دلال. تمام اتفضلي. عبرك وحيي ودي تحياتي لاخواني في المملكه العربيه السعوديه، حسين بلال وجلال بلال وياتي السعوديه، وأبوي وأمي وأخواني مجاهد وباسل وأختي في كرتون وزوجها وأولادها. بس أم حمد بقول لها مساء الخير عليكي، وتحية خاصة لأهلي في كل التحايا لك يا دلال، وإن شاء الله تحياك كلها تكون وصلت. حسام الدين بيرسل كل التحايا لكل الأهل بقرية العوامرة، تحية خاصة للأخوان والأخوات، وتحية خاصة لأيوب وحسن وتحسن والبطحاني. حسن كل التحايا لك. فيصل السوداني بيمسي علينا وبيمسي على كل الأهل والأصدقاء، كل التحايا لك.
أبو حمود يا أبو شام بيمسي علينا وبيرسل تحياته لكل الأهل في الفا وكل التحايا لك. الهندي سوداني بيرسل كل تحايا وأشواقه لكل الأهل والأصدقاء في السودان. يا ريت بس تورونا بتراسلونا من أي مكان. إبراهيم عبد الله من الدوحة بيرسل كل تحايا ولكل الأهل بحلفة جديدة شرق السودان وتحية خاصة للأخ ياسر عبد الله. وليد عبد الماجد موسى من المملكة العربية السعودية بيرسل كل تحايا ولكل الأهل بقرية حلة سالم بالنيل الأبيض، تحية خاصة للوالدة. مالك أحمد والدنهميج بيرسل من المملكة العربية السعودية بيرسل كل تحاياه لمحتصم ويوسف الرفاعي. كريم خال ميساء برضو بيمسي على أسرة برنامج ألو مرحبا، مساء الخير عليك، وبرضو بيرسل كل التحايا وكل التحايا لكل الأهل والأصدقاء، كل التحايا لك. عمر علي أبو حسن من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة بيرسل كل التحايا لكل الأهل والأصدقاء بالشويرف، تحية خاصة للوالد والوالدة والزوجة. مالك أحمد والدلهميج بيرسل كل التحايا لكل الأهل وكل الأصدقاء والأحباب بحلفة جديدة. مصطفى إدريس من المملكة العربية السعودية بيمسي علينا وبيمسي على كل الأهل والأصدقاء في النيل الأبيض. محمد عبد الكريم حسن الإمام بيمسي على كل الأهل والأسرة من مدينة السميح. عبود الكاهلي بيمسي على كل الأهل والأصدقاء بالعتامنة وتحية خاصة للوالدة صفية علي محمد. إبراهيم عبد الله أحمد من الدوحة بيرسل كل التحايا لكل الأهل بخشم القربة وتحية خاصة للأخ ياسر عبد الله. عمر علي أبو حسين من المملكة العربية السعودية بتحية عثمان قسم السيد بمكة المكرمة. إبراهيم عبد الله أحمد من الدوحة بيرسل كل تحاياه لأسرة برنامج ألو مرحبا، كل التحايا لك. معانا مكالمة هاتفية من منير عطبرة. ألو مرحبا. ألو مرحبا. مرحبا. مساء الخير عليك. ألو. نحن سامعينك، حاول بس أنت اسمعنا من الهاتف عشان صوتك يصل واضح. يبدو انه في مشكلة في الاتصال. الصديق من جنوب كردفان محلية ابو جبيهة بيرسل تحايا لكل الاهل والاصدقاء في ابو جبيهة، كل التحايا لك.
محمد الزبير من المملكة العربية السعودية الرياض برسل كل تحايا ولكل الأهل والأصدقاء في الكاملين. معانا مكالمة منتصر السعودية. ألو مرحبا. كيف حالك؟ بخير أستاذة، تحية لكم. أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، مساء الخير عليك. اسمعنا من التليفون عشان صوتك يصل واضح. تسلم يا أستاذة، تحية لك أنت وأريكيو العامل. كل التحايا لك، تفضل سامعينك. تسلم يا أستاذة، تحية لكم أنتم والأهل بغرية شبونة الوحدة ولاية النيل الأبيض، الوالد والوالدة وجميع الأخوان عوض الله وبلا وخويلي، والتحية لكل الأهل والأحباب من المملكة العربية السعودية. كل التحايا لك يا منتصر، كل التحايا لكل السودانيين في المملكة العربية السعودية. شكرا. ولكي أنت كمان يا أستاذ، تسلمي، وصل الرسالة إن شاء الله. شكرا لك. عبد الرحمن ود العزازة من المملكة العربية السعودية بيرسل تحايا لكل الأهل والأصدقاء شرق سنار. أحمد المصطفى من المملكة العربية السعودية أبها بيمسي علينا وعلى كل المشاهدين، مساء الخير عليك، وتحية خاصة لكل الأهل والأصدقاء في الفاشر، وتحية خاصة لفريق عمل ألو مرحبا، كل التحايا لك. عبد اللطيف باشري من المملكة العربية السعودية بيرسل كل تحايا لكل الأهل في السودان. عمر محمد عثمان من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة بيرسل كل التحايا للعم كمال والعم عثمان قسم السيد بمكة المكرمة وكل الأصدقاء في المملكة العربية السعودية. عبد الرحمن محمد أحمد بيرسل كل التحايا لكل الأهل والأصدقاء وتحية خاصة لكل الأهل في مدرمان الحارة 102. رسائل كثيرة شديد في البث المباشر، حاولنا يعني لقدر ما نقدر إنه نقرأ أكبر جزء منها، بنتأسف شديد لكل الناس اللي ما قدرنا نقرأ الرسائل بتاعتهم، يعني بنوعدكم إنه الأسبوع الجاي نحاول إنه نطلع على أكبر جزء منها. كل التحايا والشكر لكل الناس اللي هاتفتنا بالهاتف، كل الناس اللي تابعتنا على البث المباشر. وصلنا لختام ألو مرحبا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معنا. مع السلامة.